الانطلاق وفي هذا الاندفاع في صباح هذا اليوم الشوط الثالث عشر تعلن فيه الانطلاق في هذا الاندفاع، يحمل كذلك الذلال الأصايل المحليات أول جولة الانتاج والمنتجين في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، أيضا ميزة خاصة للفوز في هذه الفئة وفي الانتاج والمنتجين. انطلقت الحول، انطلقت الذلال الأصايل، انطلقت حامل أمال المشاركين والشعارات العملاقة في المرموم. نسير ونتقدم مع بداية الانطلاق لنتعرف على المراكز الأولى، لنتابع من البداية الانطلاقات. وهذه الشاهينية سهيل بن حليس بن راشد الكتبي تتقدم على رأس الحربة وتقود المسار. المركز الثاني الشاهينية وحمد بن عبد الله بن حمد المنصوري يتقدم على المركز الثاني. أما المركز الثالث فبنلقى في ثالث المراكز العبور، العبور وعبيد بن مطر بن عبد الله الكتبي يقدم العبور على المركز الثالث. المركز الرابع هذه وصلت عالية عالية، سهيل بن غريب بن راشد الكتبي يتقدم مع عالية في المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز الشايبة، الشايبة حميد بن عتيج بن عبيد بال هلي الهاجري، الهاجري يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس من الجانب الآخر مشاهدين العزاء تتقدم وشعار هذه شواهين، شواهين خليفة أو سيف بن خليفة بن عبيد الخيالي يقدم شواهين في هذا الاندفاع والانطلاق الجميل. المركز السادس وصلنا إلى سادس المراكز، والمركز السادس بنلقى غزلان، غزلان الميدان، غزلان غزلان عبد الله بن احمد بن محمد بن هدفه بن هدفه العامري يتقدم في هذه اللحظات. وهناك المركز الثامن، الثامن بناخذ، بناخذ الثامن لنكمل النداء. وهذه ظن هلال بن عيضة بن هلال المزروعي يقدم ظن. المركز التاسع من الجانب الاخر هذه شوق، شوق عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر يقدم شوق. وعاشر المراكز، عاشر المراكز تتقدم في هذه هقوة 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 هقوة، سعيد بن منانة بن غدير الكتبي يتقدم مع هقوة في هذا الشوط في أول أشواط الانتاج والمنتجين المحليات الأصايل في هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع. نسير مع هذا الشوط العشر المراكز والنداء الأول والإذاعة الأولى للعشر المراكز الذي تنطلق في الانتاج، الذي تنطلق بهذه الأسماء وبهذه الشعارات عبر شاشة دبي ريسنج في مؤسسة دبي للإعلام في هذا النقل الحي والمباشر مع هذه الانطلاقات. نسير ونعود، ونعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى أهالي الهيار بن حليس. بن حليس يتقدم على المركز الأول على الانطلاق الأول ويأتي بهذه الاندفاع وبهذه الانطلاقة الجميلة. سهيل بن حليس بن راشد الكتبي يقدم الشاهينية، يقدم الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الشوط الشاهينية. في المركز الثاني حمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله المنصوري بمتابعة وشعارك يا بن زيتون يا عبيد بهذا الانطلاق والاندفاع الجميل والانطلاق الرائع. المركز الثالث، ثالث المراكز أشوف شواهين، شواهين سيف بن خليفة بن عبيد الخيالي ياتي في المركز الثالث، ياتي في المركز الثالث. وبن غريب يتقدم سهيل، سهيل بن غريب بن راشد الكتبي يقدم لنا عالية، يقدم عالية على المركز الرابع بينما المركز الخامس من الجانب الآخر. ولكن دخول
هذه شوق شوق عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، يتقدم راعي شوق يقدم شوق، موقعها المركز الخامس في هذه اللحظة، المركز السادس، سادس المراكز غزلان عبد الله بن حمد بن هدفه بن هدفه العامري أيضا يتقدم، والمركز السابع، سابع المراكز في هذا الاندفاع والانطلاق. نشوف من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الشاي حميد بن عتيج بالهلي ياتي في المركز السابع، المركز الثامن، ثامن المراكز الشرقية، وصلت الشرقية، يمع بن محمد بن كلثم الخيالي، والمركز التاسع، هذه التاسعة هقوة لسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي، والمركز العاشر معك يا بن عيضة يا المنهالي أو المزروعي عفوا، هلال بن عيضة بن هلال المزروعي، مع ظن مع ظن في هذا الانطلاق. العشر المراكز للمرة الثانية، العشر المراكز مراكز للمرة الثانية، إذاعتنا الثانية للعشر، الذلل الأصايل المحليات الإنتاج اللي صالت وجالت، غدمت الكثير على فكرة من سن الصغار، ما تمسكوا بها الملاك إلا لكثرة إنجازاتها حتى هذا العمر، حتى هذا السن بالانطلاقات والتحديات. هذه تشارك اليوم، تستعد للمهرجانات القادمة، تأتي بالمرمو منشا للأصايل والذلل من كل ميداني عن الله، تلتجي فيه القبايل والسلايل والروية تغذي الميدان كله. الله يا المرموم، المرموم وانطلاقاته ومشاركاته أبناء الخليج في هذا الميدان في دار المكتوم في دبي. نعود إلى المراكز الأولى، بن حليس لازال يحمل آمال السلامات لأهالي الهيار، هو الأقرب بالسلام لأهالي الهير، بن حليس بن حليس مع الشاهيني سهيل بن حليس بن راشد الكتبي، ولكن من الجانب الثاني الخيالي كذلك، سيف يقدم الخيالي يقدم هذه الانطلاقة، ولكن دخول في هذه اللحظات وهذه الشرقية بن كلثم، بن كلثم يمع بن محمد بن كلثم يتقدم، وأيضا هناك شواهين سيف بن خليفة الخيالي يتقدم في هذه اللحظات. شعارك يا قايد فيلغ الجبيب، شعارك يا بن غريب، يتقدم سهيل، يتقدم سهيل بن غريب بن راشد الكتبي يقدم هذه الانطلاقة، ووصلت تحركة شوق مشتاقة للفوز، مشتاقة للناموس والزعفران. عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر يتقدم، ولكن اللي من الجانب الثاني، اللي من الجانب الثاني، هذه 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 البويضة، هذه البويضة بطي بن غانم بن علي المنصوري، ما شاء الله بدلت من مواقعها، أتت تقريبا من خلف العشر إذا ما خانتني الذاكرة. عموما على كل حال في هذا الانطلاق وغيرت إلى مقدمة الشوط، البويضة بطيب الغانم بن علي المنصوري بدلت الأمور كلها، سحبت بساط المركز الأول، انطلقت لي تحت لتقود زمام الشوط، لتقود زمام الشوط. يا سلام، شوف 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 شوف، بعود مرة ثانية، البويضة خلتني أعود من الأول، أعود من الأول مرة ثانية، حتى أني واصل إلى الخمس، ولكن بعود من البداية. البويضة بطي بن غانم بن علي المنصوري مع المركز الأول، المركز الثاني شواهين سيف بن خليفة بن عبيد الخيالي، المركز الثالث هذه الشرقية ليمع بن محمد بن كلثم، المركز الرابع بن غريب يتقدم سهيل، يتقدم مع مشاهدي العزاء عالية سهيل بن غريب بن راشد الكتبي، ووصول هناك وتحديات، وهذه هذه لا زالت في المنافسة الشاهينية، سهيل بن حليس بن راشد الكتبي، وهناك أيضا اللي هي الشاهينية حمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله المنصوري، مع هذه الانطلاقات ومع هذه التحديات، وهذه الشايبة لحميد بن عتيج بالهلي يتقدم، بينما هناك أيضا المركز الثامن شوق لعبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، والمركز التاسع، تاسع المراكز هذه، هذه غزلان عبد الله بن احمد بن هدفه العامري، والمركز العاشر
العاشرة العاشرة بن عيضة، بن عيضة يتقدم كذلك ويقدم لنا ظن هلال بن عيضة بن هلال المزروعي. هذه العشر خلاص خلاص يا العشر، خلاص مع المراكز الأولى، باي باي يا العشر. هني بنكون مع الأوائل، مع الثلاث أو مع الخمس المراكز بعد لوحة الإعلان، بعد لوحة الإعلان في هذه الانطلاقات لمن أول أشواط الإنتاج والمنتجين، أول جولة الإنتاج لمن بتكون لمن الأقرب حتى هذه اللحظات، الأقرب البويضة وراعي البويضة اللي هو بطيب غانم المنصوري، بطيب غانم المنصوري بنيدا للتعريف أكثر. معك يا بنيدا يا المنصوري، الكيلو الأخير في هذه الأجواء، في هذه الأجواء الممتعة، في هذه الانطلاق راح بنيداه المنصوري. والله أنه حرك من الكيلو يحيد عندها زود في الأمتار الأخيرة. والمركز الثاني شواهين سيف بن خليفة بن عبيد الخيالي في المركز الثاني، بن غريب في المركز الثالث، ولكن مع الأول أموت وحيابة، أموت وحيابة مع المركز الأول البويضة، بطيب غانم بن إيداه المنصوري وغايد فيلغ الجبيب شعاره، ياتي سهيل بن غريب بن راشد الكتبي يتقدم على المركز الثاني. ولكن أهل الوثبة بن إيداه ولا الختم يختم على هذا الشوط ويحمل السلامات. وأهل الهيار غادمون ولكن خلاص بنيدا يا بن غريب راح، حرك من الكيلو انطلق بالمركز الأول. تهانينا والناموس بطيب غانم بن علي بن إيداه المنصوري، وسلام للختم، سلام الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس عالي سهيل بن غريب راشد الكتبي في المركز الثاني. المركز الثالث نشوف المركز الثالث، هذا شعار حمدان بن حمد بن غريب أو شعار حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير. المركز الرابع مثيرة لمحمد بن خليفة بن قحيد. المركز الخامس 25 هذه الشايبة لحميد بن عتيج بالهلي. هذه النتيجة للخمسة المراكز، شوط كان حمل الأثار وحمل التحدي والانطلاقة. التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بطي بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري المركز الثاني. نشوف توقيتها 12 دقيقة 50 ثانية بالوفاء والتمام، سهيل بن غريب بن راشد الكتبي. تهانينا والناموس المركز الثالث. نشوف الثالث مع مخرجنا اللي حلت في المركز الثالث في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل على الشاشة مع هذا الانطلاق. 12 دقيقة و57 ثانية بالوفاء والتمام في هذا الانطلاق. تهانينا لوعد، هذه وعد غدير بالضعيف بن حمد.